النائب الاول رئيس المجلس الجماعي لبون نوار، اصلا عن نفسي ونيابه على مجموعه من النواب والمستشارين والساكنه. حنا الان كنقاطعوا الدوره العاديه. شحال انتم من واحد؟ انا دابا 15 واحد مقاطعين دابا قاطعه، ولكن الدوره راه كاينه دابا. الدوره ما عندهاش النصاب القانوني، ماشي دوره ما دايزاش. شحال فيها؟ شحال انتم من توتال؟ حنا 27 عضو. 15 على 15 على 12، حنا دابا 15 واحد مقاطعين الدوره، وذلك الاسباب عده كثيره ومتشعبه ومتنوعه. نعم. اولا هو حرمان المواطنين من سياره اسعاف. نعم. الرئيس كياخذ سياره اسعاف وكانها ملكا له، ما كيعطيش المواطن الا المقربين منه. وعندنا حاله ها هي مواطن انه عنده حاله وفاه وما بغاش يمد ليه يد المساعده في حاله سياره اسعاف، وكانت مركونه سياره اسعاف في الجماعه، وقال لك انا ما يمكنش نعطيها. علاش؟ كاش هذاك المواطن ربما ما معياش وداك الشيء، يعني كيمارس سياسه انتقاميه وسياسه انتقائيه حتى في المواطنين. سياره اسعاف ثانيا انفراد في القرارات، ان القرارات كياخذهم بوحده ما كيشاركش معاه النواب، ما كيشاركش مع الاعضاء. زائد مجموعة من المشاكل اللي كنعانيوها حنا هنا في بونوار، سوء التسيير، النظافة ما كايناش، ليفليراج بيبليك ما كاينش، مواضيع كثيرة ومتنوعة. نعم، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة هو كنطالب الجهات المسؤولة أنها تاخذ القرارات الصارمة، والسيد العام للتدخل لهذه السياسة لا مسؤولة، وهذا الشطط في استعمال السلطة، وهذه السياسة لا انفتاحها. وهو اللي كيكون سبب في الاحتقان اللي كتؤدي للساكنة، للاحتجاج، اي نقطه ما كيفكش المشاكل ديالها هنايا، تقول مسيروا للعماله، سيروا للعماله، ياسر لكم مشاكل. شكرا سي سماك، النائب الاول للرئيس رئيس المجلس البلدي بمدينه بجماعه بولا نوار. شكرا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.